ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. اليوم توجه كادر برنامج أرض السواد إلى جنوب بغداد، وبالتحديد أكثر ناحية اللطيفية، وبالتحديد أكثر منطقة كيلو 18. هذه المناطق الزراعية عموما في جنوب بغداد معاناة كبيرة بشح المياه وقلة بل انعدام وصول المياه من نهر الفرات عبر المشاريع، أدت إلى هلاكات كبيرة الثروة الحيوانية وأيضاً حالات مرضية اليوم ذهبت إلى المستشفى. طبعاً راح نتكلم مع الفلاحين، مع مربي الثروة الحيوانية، نتكلم مع مختصين حول هذه الأزمة. من المتسبب؟ هل هي أخطاء بإدارة المياه داخلياً أم مثل التصريحات وزارة الموارد المائية تقول لك هو سبب خارجي؟ هذه المنطقة تعتمد على الفرات، والفرات كلياً يصل إلى العراق من سوريا عبر تركيا، المصدر تركيا. راح نشوف هموم فلاحينه ونتكلم مع كل السلبيات اللي عايشيها بأسوأ سنة جفاف تمر عليهم آخر عشرات السنوات، مثل ما قالوا أهل المناطق أنهم عايشين هذه الأزمة. يا رب حلقة توصل بأسرع وقت إلى المسؤولين لإيجاد الحلول. ابقوا ويانا وقبيها الكثير من الأسرار. طبعاً رحب بيك أبو أنور. أيوة. أبو أنور الغريري أحد وجهاء هذه المنطقة، منطقة كيلو 18 بالطيفية. نعم. ومن الفلاحين القدامى. نعم نعم. أخبارك إن شاء الله بخير؟ بخير الحمد لله. صحتك شلون؟ لا معك صحة بعد، تعال وكث ناس مرضى، سكر وضغط وعند العصب السابع، حتى الخارج طلعت ما صار لي شهر. هذا وين راح سافرت؟ سوريا وهيك شيء والدول ما يفيد. صار ايش قد هاي اللي عندك الامراض؟ كم سنه؟ صار اربع سنين خمسه. ويا ما الزراعه انتهت؟ لا قبلها والله. اها اي والله. زراعه ماكو. ليش؟ ماكو مي، منين يجي المي؟ لا مي. شوف هذا الشجر مال يبس، هذا الشجر هالاماك هذا ابي يبس، هذا اللي يبس من الهلاك. حطينا له مي مالح يبس الشجر. هاي يعني قبل هم كنتوا تعانوا مرات من موضوع مياه؟ لا لا هاي هالسنوات، هاي هسه بس السنة هاي كان عندنا مي خير من الله، هذا فلفل وبانية وزراعة. اي تمام. هسه ما كله مات، لا جت ولا بانية ولا عندنا حلالنا موت. زين ابو انور. اي كل منطقة كل ناحية اكو موضوع، اكو موضوع انه دائرة الري. اي تقدمون شكاوي؟ يتصلون تتصلون بيهم؟ والله ما أنت، لان احنا بيتنا صاير على الرواي، من يجي المي يبدا مراشنه وزايد ياخذ. ايه هسه ماكو عليه متروب عاد. هسه الرواي بي لو ما بي؟ لا ماكو صفر. سارح بي الهوش ابد. صار لنا كم شهر ما بي مي؟ صار لنا تقريبا والله اربع شهور، يعني من بدا الصيف. اي من بدا الصيف. اي والله. زين اليوم انتم كعائله، اليوم عائله معتمدين حياتكم على الزراعه، على الزراعه وعلى تربيه الثروه الحيوانيه. نعم نعم. شلون مقضيها؟ ايش تسوون هسه؟ شو نسوي احنا؟ حلالنا مات، انا مات اللي ست هوايش قلت لك كبار، سعر الوحده مليونين ونص. الله اكبر. وتقريبا خمسه سته صغار موت، يعني بال 15 مليون خسرت، اكثر بال 20 مليون. ايه وهذا سوينا هاي البرينه نشربها من هذا قام يموت. هذا بير. اي بير عيونه تورم ويموت، مي مالح ماكو. زين البير هذا كم متره؟ هذا 13 متر. اذا اعمق ما يجي مي حلو؟ مالح قام يطلع، كل ما نغمج يطلع مالح.
هذا بيس حفرته هذا البيت؟ هذا حفرناه تقريبا 150 الف. 150 الف. اي. ايش تستخدمون المي البير لشنو؟ للمواعين الغسيل هاي. مواعين وللحلال. الكلاب، الحلال قام ما يشربه يموت. ليش ليش قام يموت من يشربه؟ المي ما له حاله. صحيح يكون حالات عمى عندها؟ اي عمى كلها حالة تورم عيونها وتقع وتموت. والله قادوها منا لهنا ماتت. الله يمنا كان دمها هنا والله يمنا هنا مات. هاي خلال ايش قد خسر الست هوايش؟ تقريبا هذا بين الشرطه الجزء. هاي بالاشراء القليله. اي هذا قطعه المي. قبل من كان اكو مي إيه؟ ويوصل مي بصوره إيه؟ جيده. إيه؟ هاي المناطق كلها مزروعه؟ مزروعه وزرقاء متورسين. جيت وبرسيم ودغل وخير وخضار ونعمه. بس من مات المي مات الرزق كله وياه. شنو السبب؟ السبب ما نعرف غير ماده الفرات. من تركيا من سوريا منين قطعوا مينا ما ندري. منين قطع؟ هاي المنطقة معتمدة على مي الفرات. على الفرات بس ما عندنا غير. على الفرات. ايه؟ وهذا الأرواح يجي من الفرات. من الفرات من الأرواح التركية تركي اتصالها من الأرواح. تركيا سوريا يدخل على العراق. إي هسه ما نعرف منين قطعوا. أبو تركيا قطعه غيره. زين هاي المعاناة بس بالصيف لو بالشتاء وبالصيف. لا احنا ما عندنا معاناة قبل. ماينا متوفر وخير من الله. ايه. لكن معناتها من انقطع. من انقطع المي من الفرات. ايه. هاي يعني اليوم مصيبة. ايه هسه يعني هاي يعني يجوز بعد يجيك شهر حتى هذا النهاية الحلال القليل ما عندك. لا ما عندي يبس حتى الشجر يبس من الهلاك. هسه الهوش نجيب له من الولاية. من الصوندات مال الولاية. ايه. من الشارع العام نروح. هاي تشترونهن. نشتري مي ونحط كل واحدة نحط لها جلكان مي. الصبح والعصر مياه الشرب شلون؟ هو هم من هسه تو جيت من الولايه هذا جابوا لك اياه من الولايه جيت من المحموديه اي شقد اشتريت مي؟ اشتريت مي اجيب وياه 10 جيكانات هاي بيش السعر؟ هذا اني مناسب المي على 500 جيكان ايه ايه هاي شقد تكفي؟ المي؟ ايه الباكر الصبح هاي باليوم الواحد اي والله باليوم الواحد ولا جانا خطاره وضيوف لا لازم تضاعفوها لازم نضاعفها 10 ل 9 مليل ننتهي ظل ما عندنا لا العيال ولا الخطارنا الله ماي معنا والله عاش الله اكبر هي عاش تسوي له هو انا هالشكل مشكله بدي إيه؟ اشوف هنا بانيه ميته ايه ماتت اقبالك ماتت هاي شو زرعتوها هاي زرعناها باول الصيف اول بدايه شهر هاي لازم شو وقت تطرح لا تطرح بالخامس تطرح بالخامس يعني إيه؟ ليش لحد الان تعفتوها لا هي بست ماكو ما اشوف العرنوس مالها بس هذا يعني طرح مالها بس يعني لا زراعه ولا ثمر ما كل شيء ما بس نزل الدار وهاي هي. نزل الدار ما اشترى بفلوس كله مشترى من الله والله ما عاد الله اكبر إيه؟ يعني اليوم غير دوله يعتبرون هذه المناطق منكوبه هي منكوبه اي لان مي ماكو لا مي ماكو زرع ماكو حلالهم دا يموت لان هم عايشين على هاي الشغلتين اي اكو مسؤول زاركم ابد ما حد جانا على المي نهائيا من الزراعه من الموارد المائيه ما عنده لا ما نقدر النواب اللي صعدوا منا لا النواب يجون مرات صدفة يعني ما له مصلحه بها النايب ليش ما له مصلحه ما له مصلحته بالنسبه للنواب يجيك وقت الانتخابات من تصير الانتخابات بعد الاسبوع 10 ايام كل ساعه سياره السلام عليكم ديروا بالكم علينا وهذه هذاك يجينا بس هسه احنا حلالنا مويت العلاج ذبحنا متنا تمرضت جهالنا وعيالنا والله يوميا المستشفى ندينا اثنين ثلاثه ما اكو نايب يصلك ميت عليك النايب شو يسوي بك النايب؟ اريدك وزاره الزراعه وين؟ زراعه ما عندهم مي ما نقدر نطعن بوزاره الزراعه موارد مائيه غير تنظم ما عندهم ما عندهم مي ما منين شو يسوون؟ انا ما اطعن بهم لانهم هم اخوتي واهلي وكذا اكيد لا احنا لا لكن ماكو مي شو يسوي؟ منين يجيب لك؟ يجيب لك من تركيا يجيب لك من سوريا يجيب لك من الفرات ماكو مي الفرات ما بي مي يعني تعبر رجيلي ايش ما بي متر مي لا الفرات كله شو يسوي الماء المواد الماليه شو يسوي له بعد؟ ماكو مي هو السبب كله من حجي اي اكو ناس يقولون لان العراق يصرف مية هواي وبصوره عشوائيه تعالوا نسوي سالفه الري الحديث تنقيط وتقطير ورش وهاي الامور وين زين هذا وين ارهمنا ليش الفلاح ما يستخدم هاي الامور مو تريد فلوس التنقيط بيش بيش هاي ايش قد اسعارهم بدفترين وثلاث دفاتير ايش اسعارهم اي وتريد دنكر يجيب لها مي لازم يلا تفطر بقاعك تنام هاي وين هاي الابطالنا غلط من الوجه بينما عايشين على النار على الارواي هاي من يقدر يدبرها ما حد يقدر يدبرها هاي يعني اليوم يعني انتم ما مارين بهاي الحاله هاي الحاله احنا من
فما تعرفون من استلمنا الارض من عبد الكريم قاسي لحتى الان ما نعرف هاي لا جاينا هالمره. تبيا سنه استلمتوها هنا؟ هاي بال 57. بال 57 كم دونم نطوكم؟ 40 دونم. 40 دونم مجاني هاي؟ اي من السيد الله عبد الكريم قاسي الزعيم. الزعيم اي الزعيم الله يرحمه هو الزعيم. بال 57؟ اي لا بال 57 كانت ملكيه. هم سقطت بال 58. اي هو طالعها قبل لا يموت هو مثل ما يعني هو بال 63 اي قبل لا يموت لا ب 58 اعتقد يعني ورا ما صارت الثوره. اي اي طعناها وتونسنا خلصتوا من الاقطاعيات. إيه تونسنا من طعناها عبد الكريم قاسم. اي تونسنا صرنا ملاليش صرنا ملاليش خلصنا من الظلم من الاقطاع من الاقطاع كله خلصنا عبد الكريم قاسم. وهسه وهسه احنا هم خوش دوله دولتنا بس انا اقول لك هذا المي راح المي شو سوى للمي بس يعني الدوله ما من الخارج الدوله ما جاي تداعي لنا شوف السبب وين مسدود المي احنا مو لنا دولتنا مو لها حصه اي صح مائيه والله صحيح انها حصه مائيه غير حايرين بشغلات اللي تفيتهم مو بشغلات ذول الفقراء ما يردون الفقير خله يموت الفقير هسه خله يموت ما حد يريده يابا. اها لا والله ما حد يعني يريد. اليوم انت رسالتك للدوله انه احنا عندنا حصه لازم تطالبون بيها من يطالب غير واحد اكو مسؤول على المايك رئيس اكو وزير موارد عندنا وين الوزير زراء. غير شوفنا حكي خلي بس بالتلفزيون ما نريد يجينا لنا وحلالنا راح النهب عيالنا جهالنا موتت من المي الماليح وين الوزير عندكم حالات مرضيه صارت في المستشفى اشكال عندنا اشكال بس هو الوزير هل اللي شاف قال هاي الفلاليح صارت ولا لا ما له شغله بهاي لا وزير ولا غيره ولا اي شيء، اي دوله ما منتبه الفلاح. اي مسؤول بالدوله. طبعا احبتي المشاهدين هاي رساله ابو انور. يابا يا وزاره الموارد المائيه وزاره الزراعه كيلو 18 باللطيفيه جنوب بغداد، مو بعيده ترى على مقرات وزاراتكم، تقريبا إيه؟ بالسياره ثلاث اربع ساعه نص ساعه. اي مو اكثر. 35 كيلو عن بغداد. فمصيبه. إيه؟ كل التحيه والشكر لك ابو انور. الله احنا راح نستمر هنا بجولتنا. كل الهلا بيك. ونشوف كل معاناتكم. كل الهلا بيك. ربي يخليك ممنون منك. نعمية هلا هلا هلا. طبعا احبت المشاهدين من خلال تجواننا في هذه المناطق الزراعيه ايضا لازم نضيف اليوم لحلقتنا جزء طبي مهم يعني مثل ما تكلم ابو انور وقال انه موضوع المي دي ياثر على الحلال يصير انصاب بالعمى هلاكات تصير بحالات معينه يعني عدد اخر ثلاثة اشهر تقريبا ست بقرات ماتت عندي وهي خساره كبيره جدا يعني الآن لقانا مع الدكتورة فاتن وهي طبيبة بيطرية مختصة بهذا الموضوع طبعا تنويه انه هي كانت تعمل واجتي للقاء كل التحية والشكر إليك دكتورة اهلا وسهلا بك الله يحفظك دكتورة صحيح انه المي المالح يعني المي ماكو الآن حلو هنا على البير انه يأثر على الحلال مباشرة أي تأثير كبير أكيد شنو أكيد. تأثيراته المياه الآبار انت تعرف من المياه الجوفية نعم تكون يعني بيها كمية كبيرة من المعادن وأخذوا طبعا يطلع أكثر الآبار ده تطلع عندي مالحة يعني نسبة المعادن بيها عالية نعم أي وودوها للمختبرات يعني قلما 1% اللي تكون نسبة المعادن بيها قليلة والمعادن طبيعي بالمياه الجوفية هي تكون معادن ثقيلة فتأثر على الحلال أول شيء تأثر سوي عنده إسهالات متكررة تأثر على الأمعاء دقيقة غليظة نعم بالإضافة إلى دا تسوي لي عندي نسبة من العمى لأنه تعرف أنت معادن ثقيلة تصير عندي تمنع امتصاص بعض المعادن المفيدة نعم. اللي مثل اللي هي الدي 3 وغيرها اللي تأثر لي على العين نعم يعني راح يتعارض المعادن ويا شغل بعض الأشياء المفيدة اللي بجسمها فسببت لي إسهالات سبب لي حالات عمى حالات متقدمة سبب ضعف لأن راح تعيق امتصاص الأشياء المفيدة بالجسم فيصير عندهن نحول بالتالي راح تقل نسبة الحليب عندي نسبة الإنتاجية نسبة الخصوبة كلها راح تقل عندها حالات متقدمة بالإسهال إنه ما ترهم بها يعني حالات شفاء لأن هو لا مرض بكتيري ولا فيروسي حتى أقدر أعالجه
عرفت علي؟ يعني هو مستمر يشرب منه. هاي واحد وحتى يسوي له انصلاخ ببطانة الأمعاء، الزغابات اللي تمتص راح تنصلخ تنتهي، فتسبب حالات إسهال متقدم وبالتالي نفوق الحيوانات. نعم. أي. يعني توصل لمرحلة، يعني توصل مرحلة صارت النفوق. حالات هلاكات هواي؟ تصير مو هواي، أقول لك بنسبة يعني من المية نقول 5-10، حتى لو 1% هو تأثير على الثروة الحيوانية. بس هو إذا ما يسبب لي نفوق راح يسبب قلة بالإنتاج، قلة إنتاج الحليب، قلة الخصوبة، يعني ما تجي ما تصرف ما تتلقح، ما يصير عندها حمل، لأن قلة الخصوبة معناتها نعم. ماكو حمل، وبالتالي قلة الإنتاج. دكتور أنت مجال عملك بهاي المناطق من يا سنة تقريبا؟ أنا صار لي تقريبا 15 سنة هنا. 15 سنة كيف كانت الثروة الحيوانية هسه كيف لا كانت؟ طبعا هنا قلت، هسه كلش قلت، بدأت الأهالي تضطر أنه تبيع الحلال، لأنه أولا إذا ماكو مي حتى الزرع ما يصير على المي المالح، يعني نعم. القاع الحلوة من تسقيها بمي بير راح تصير صبخة. صحيح. وبالتالي زرع ماكو، يعني لا أكل أكو، والمي هو نفسه يأثر بصورة مباشرة على الحلال. زين، ما كل يوم مثلا يعني قبل احنا كنا ذا المي نشك بين خليله بعض الحبوب على مود يتنقى ويتصفى. هذاك شنو الحبوب؟ ايه. أنا أرد أتخلص من البكتيريا، من الفيرال، من الأشياء يعني الموس، بس معادن شلون تتخلص منها بالحبوب؟ الحبوب ننطيها احنا كلور. كلور اه. يعني تنقية المي من الجراثيم، هاي مو جراثيم، معادن بي. من الصعوبة، من المستحيل. اي يعني. طبعا الا اسوي له فصل يعني. زين. وهذا الفصل علف شلون؟ اذا هي هاي الاجودة يشترون الجماعة؟ اي ها العلف بالنسبة لهم كان يعني العلف يقدر يشتري. هسه العلف اصلا ارتفع سعره ويا الارتفاع الدولار ويا الارتفاع، هاي الاشياء كلها ترتفع هسه. فحتى العلف هو دا يشتريه بصعوبة. القاع ما تتجاوب وياه لانه المي مالح. العلف غالي عليه. فتشوف انه المربي اللي كان عنده 10 اختصر انه يخلي له وحدة او اثنين. على قد قوت يعني اطفاله بدون يعني ما يبيع وهاي الامور ابغاهن يعني اكثر العالم هسه اذا تفتر انت الثروه الحيوانيه هواي قلت هنا عندي بسبب هي هاي الحاله نعم اللي عنده 10 هسه تلقى عنده 2 أو 3 هسه بانور يقول 4 بينما هم اني جماعه اني طابت لهم عندهم بالعشره 15 راس كان عندهم اي اها يعني دكتوره انت ايضا من اللجان اللي تفترون على المنطقة. اي طبعا احنا عندنا لجان نفتر بين فتره وفتره بالنسبه للقاحات كانت تزودنا الشركه ودائره البيطره لقاحات اللي هي لقاح مال اف ام دي ولقاح بلاك ليك هاي مجانا اي مجانا اي نفتر للمواطنين اي ونزودهم بها بين فتره واخرى يصير بعض الاحيان نقص باللقاحات لا 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 لقاحات زينه ومستمره زين. لا زين خلي ايضا نستثمر وجودك ويانا وطبعا نتشرف بحضورك الله دكتوره الله يسلمك رحمه الله يخليك موضوع الحمى النزفيه اللي صارت اي قبل فتره مستمره اكو حالات تصير هنا والله باللجان اللي احنا طلعنا لها حاله كانت مره عمرها تقريبا 72 سنه بشاخه 3 أنا كنت ضمن الفرقة اللي طلعنا نعم. بيها جانا إبلاغ أنه تشخيص أنه كانت بيها حمى نزفية نعم فطلعنا كفرقة مشتركة بيننا وبين وزارة الصحة نكافح المنطقة كافحناها كلها ممتاز اللي نكافحها اللي هو بدول قراد لأنه هو الناقل الرئيسي هو القراد اللي ينقل من الحيوان للهيومن نعم زين وبالنسبة للحيوان هو ما عنده أي عارض للمرض أي أعراض للمرض ماكو العارض تصير بالانسان اللي هي يصير عنده نزف من الفتحات يصير عنده سخونه طفح هاي الحاله اللي لقيتوها توفيت لو لا ما توفيت الحمد لله وواحد بشاخه 7 أي. همينت ما ثل الشفاء الحمد لله اي همينة ماكو ذيك الكثره لا لا مو كثره حيل يعني بالمنطقه نطيتهم نصائح ارشادات اكيد احنا بدنا نفتر يعني احنا لحد اخر قبل اسبوع بدنا نفتر بالمناطق هي بشاخه 7 كان هم رجل متوسط العمر عمره نعم. تقريبا بال40 همينا نقلوه لبغداد وشخصوا بانه هو عنده حمى نزفيه فهم طلعنا للمنطقه ممتاز لجنه مشتركه قلت لك وهمينا كافحنا الحلال بدول قراد وكافحنا الحقول وبين فتره وفتره عندنا لجان تطلع يعني تكافح الاهالي مجاني هذا واللي ما نقدر نوصل لهم نستدعيه بتعال اخذ كميه ويكافحون واحنا وياهم نعم دكتوره دكتوره يعني هل هناك نصائح محدده للناس اللي يستخدمون المي المالح شنو تنصحيهم والله شنو النصائح يعني هي يعني شنو اللي تقدر تنصحه هو مي مالح ده ياثر على الحلال شو اقول له يعني يقدر مثلا يجيب مي صافي يخبطه منين يجيبه اذا يشتري يخبطه لو كله لازم يقدر يشتري
ايش قد؟ مو احنا خدنا قش يعني بشكل عملي. هي يعني كمعدل الحلال ايش قد ياخذ؟ ايش قد يشرب؟ يشرب كميه كبيره. كم لتر تقريبا؟ يعني يشرب له 20 لتر شويه بالمره. هو على مدار الساعه يعني كل واحد يراد له تقريبا بال 250 200 لتر باليوم. باليوم الراس رقم يعني رقم يعني مو انت نقدر انه عن طريق يعني النقل. هم خطيه هم دا يسوون زين دا يسوون انه ينقلون من الاساله من هذا ينقلون يترسلهم ابو الالف لتر 1500 هم دا يسوون يعني لا لا عوده للثروه الحيوانيه الا بعوده المياه. اكيد هو لا حياه بدون الماء يعني هي هاي سنه رب العالمين مو احنا يعني. نعم. كل التحية والشكر لك دكتورة فاتن. أنا أشكرك ورحمة الله والديكم. طبعا دكتورة فاتن تشوفوها حتى من الشغل جبناها وجدتي سوت ويانا لقاء. أشكرك ورحمة الله. كل التحية والشكر لك دكتورة. احنا نشكركم بالعكس نشكر وقفتكم الحلوة هاي ويانا ويا الفلاح. الله يسلمك. الله يحفظك. رحمة الله والديكم مشكور. نرحب بالأخوة الأعزاء أبو علي وأبو هذال. أبو علي هو اسمه أبو علي واسمه أبو هذال وأبو سارة. إيش نختار؟ كيفك أنت يا أبو هذال؟ لا خبشي يلا أبو هذال حتى نتفرق نقول أبو علي. طبعاً نرحب بيكم ونتشرف بلقائنا وياكم. أنتوا أهل هذه المنطقة وأدرى بمعاناتكم وأدرى بيعني الأمور اللي قاعدة تصير. من الأكبر بالعمر؟ أبو علي. أبو علي. أبو علي نعرف حكي ابو انوار بموضوعة المياه، حكيت حتى دكتوره فاتن بهذا الموضوع الطبيبه البيطريه. يعني ايضا شنو نريد نعرف معاناتكم ايضا بموضوعة المياه، انتم شنو عيشتكم على الزراعه على الثروه الحيوانيه والصار؟ احنا اول مره نشكركم ونشكر قناتكم الطيبه. ربي يخليك. ونشكر العراق العظيم بحفظ الله سبحانه وتعالى. بس احنا شغله المي نعاني منها. نعم. شغله المي نعاني من عتها وشغله الكهرباء وشغله الخدمات. اها زين. مي اساله ماكو. زين شلون تشربون؟ نشرب نترس عندنا جريكانات وبسياراتنا نروح الخاصه. خوش؟ ايه. هاي وحده، اثنين شغله السقي المي سقي ماكو شحه. انت زارع هالسنه؟ ماكو زرع. سنه زرع ما عندنا. ماكو زراعة. هسه ناخذك ويانا وتصورون وشوفون وهذا اللي رواية بصفكم. هسه راح نروح. زين هاي وحده، اثنين اما ابو الري يسمع. ايه. توجيهاتنا لابو الري. الدولة مطيته غاز ومطيته حفارات ومن تروح عليهم نقول له يابا عندنا تنظيف بالروايات يقول ما قاعدات الحفارات عندنا شغل بهن. انا ثلاث سنين اجيب حفارة وهاي العرب تشهد علي من جيب الخاص، ما اخذ فلوس من العالم، من جيب الخاص. اكو انسان وياي متبرع نجمعهن وننظف الرواية من يم التركي الصدر لحد البزاز نوصل بيها. خوش؟ ما ناخذ منها. دليلي بيها من التركي يعني منين؟ من الصدر. الصدر. ايه؟ الرئيس التركي. الحد البزايد. الحد هذا البزايد. 3 كيلوات. 3 كيلوات الطول مالته. هاي لا لا حجي الثلاثة احنا قايسينها. ايه. زين؟ 3 كيلوات. هاي تنفوها على حسابك. هذا نفع على حسابك. الدولة قبل ما جتي. ما الدولة تقول احنا الحفارات مالتنا مش تشتغل. وين تشتغل؟ نسأل ابو المدير الري. زين شايفيه تشتغل؟ نعم يشتغل. وين يشتغل؟ طهران بزول. انا اقول لك طهران باللطيفية طهران بزول مو اقول لك. موجودات وبقت الحاضر احنا نحتاجين ما موجودات يشتغلون. فانا اظل انتظر. لا اكيد انا جاي الموسم مي ماكو وهسه بعينك انت تشوف. هاي وحده. اثنين اراجع للمدير ابو الري مو والمسؤول القناه هاي قناه 6 يسمونها مسؤول عليها نقول لهم يابا تعال سوي لنا حل ويا ربعنا. احنا كنا ديره واحده. صحيح ديره واحده. من اجي القاه صوروهم حجموهم البوريات لهم. أي. انا التصوير عند ابو هذال هسه. انا قبل 3 ايام طالع بالليل صورت الصندات موجوده. خوش بس ما رجعت عليهم. تجاوزات يعني مشكله تجاوزات انه بتحكي انه بتحكي انا حاكيهم قال لهم مو انا اللي اطلع. هاي مو مشكلتي، مشكلته بالري. مثل ما تعطي الدوله راتب يطلع هو يطلع بشرفه بسيارته طبعا واجبه يطلع ويا جيش يطلع ويا مدير الناحيه. زين فما اطلع انا من اطلع طلعت ولكن صارت مشاكل بيني وبين جيراني. زين اللي يقطع المي عليكم ما يحس معاناه يقول ذول اخوتي بنفس المنطقه؟ ما يحسب هيك. قلت له حتى قالوا له للري قالوا له يابا ترى الدوله مدخلكم مي مو زرع مي شرب فقط لكم حلالكم ولكم شرب غسول. زين بس ما تقتنع العالم هسه تروح يا صورك هناك من ذي جيراني بعد كم روايه ليقات كلها زرعتها العالم هنا ماكو.
هنا حفره براين العالم وهاي شو هاي باين ميته هاي حلالها وهاي بيوت الناس وحصر عليها انت قبل كنت ايش تزرع؟ ياهو ما ازرع زرعت كوبانيات تحت القراحن من البري المي مالح زرع اللي جتات الحلالات هاي لا فقط زين ابو هذال نفس المعاناه نفس المعاناه دمرنا والري ما قاعد يتعاون ويانا مشكله بالري الري زين. الري ما يتعاون لا يضخون رساله لا يجون هنا يتابعون الرواي يعني هسه لو اشوفك التصوير هذا التصويراني ابو يعني مدير الري يقول لي روح صور انا اروح اصور هو ليش ما يطلع عليهم يعني يقول لي روح صور وهذا صورت البارحه يعني منا احنا من بدايه الرواي طلعنا 8 صندات مشتغله على الرواي ولما تحكي يقول لي انا بالري منطيني امر اشغل صنده قلت له عمي وين بالري يقول لي قال السد هو كانوا متجاوزين على القناه مالتنا يعني انتم مشكلتكم انه عدم وصول حصصكم الماء بسبب التجاوزات لا مي لا كهرباء لا تبليط يعني خدمات ماكو تحت الصفر وما حد الى ما حد لا ابغاله ما حد ناظر لهذا الموضوع ابد يمنع ومشكله يعني تروح يوم تروح تسوي لك مشكله على مود المي هو وين الزرع وين المشكله يعني تعبانه فد مره تعبانه الامور حيل تعبانه وهاي اللي تشوفها قدامك وهذا الرواي اصل عليه انت وصوره وشوفه زين ماكو خلينا نترك الرواي الاساله توصل لكم ماكو انت عندكم اساله يعني أصلاً. شايف اكو اساله متجاوزين على اساله يشغل عليها يعني يستخدموا للزراعه اي للزراعه احنا هسه مالت الاساله البور مكسر اول واحد هاي على هالقناه هاي السته يطلعون وشوف ايش قد مكسره هناك البور الرئيسي ما يضغطون مي وهواء مو بالانبوب يطلع قبل ما توصلنا زين تقول لك روح اشتكي انا اروح اشتكي ابو الري يقول لك روح اشتكي يما تشتكي انت ابو الري يقول لك روح اشتكي مدير الناحيه وابو الري وغيره لما بده ياخذون رواتب من ياخذون يا اخي خلي على طال هسه على القناه يا انت الصراحه ابو علي شفت انا اكثر من فيديو اهل الري يروحون يشيلون تجاوزات العالم تطلع لهم بالسلاح بالسلاح صح لو غلط هو اكو دوله هو مو دوله ابو الري ما يطلع دوله وياه يطلع الجيش وياه ويطلع عليهم مليت انا صار 3 سنين ترى عمر اعاني من هالشغله هاي مارت المي الله وكيله حتى قمت من افوت بسيارتي كل شيء ابو الري يقولوا لي زين لو واحد يتعاقب مره يذب يعني السجن ويعطونه غرامه ما حد يقول قبل كان مدير الري عنده صفه قاضي قبل 2003 كان يقدر يحبس قبل لعد وين هسه مدير الري ما يطلع مدير الري يطلع مدير الري خليه يطلع حمرين الله وكيلك وصل رسالته لمدير مدير الري والله العظيم كل شيء يدري مدير الري ومدير ها مدير الري يدري ومدير الناحيه يدري وكلها تدري كلها العظيم كان واصل له مي بس ما حد يطلع لا لا ما يطلع هسه كلها برا يا اخي العزيز هسه هنا بعد مي ماكو هذا ترى حيوانيات ما تربون لا ماكو عندنا ماكو مي ماكو ما عندنا لا بس كل واحد حاط له هاي اشتري 3 و4 دنانير ايش للبيت زين بس متنا راح نعمل حلال وراح نعمل حلال وراح هم كلها تدري زين يعني هسه بما انك يعني تقريبا ماخذ على عاتقك مشاكل موضوع الري بهاي المكان وقاعد تروح تراجع وتروح تتنظف وتجيب انا حساب انا جاي اخر واحد هو راجع اخر واحد ابو علي شنو الحل اليوم هسه اذا عندك اليوم هسه انا حسب علمي انه الحلقات توصل الى مكتب وزير موارد مائيه دائما سياده الوزير شو تقول لي؟ شو تقول لي؟ شنو الحل؟ الحل خلي يجي خلي يجي ابو علي الحل الحل يمنا والله استاذ العزيز ايه؟ انت والوزير انا لا شايف الوزير رجل ولا قاعد يمه ولا ادري ولكن اكو الوزير اكو منوظف هنا منطقة اللطيفية وظفها منه وخلها هنا مدير مسؤول. ايه. مو؟ فهو اللي يتحمل المسؤولية، هو يطلع للعالم، تعال عم انت ليش متجاوز على صاحبك؟ هذا مو صاحبك هذا ما عنده مي، ما توصل حصة مائية. تعال ليش متجاوز انت؟ ليش حاط لك صندة؟ انت مو عندك هذا بوري، الدولة مسويت له بوري وروائي قبل. زين؟ انا اروح انا من اروح اسحب سلاح عليه واسحب ويجيب اخوته وولده ويجي. ويسوها عشاير. ويصير عشاير طلايب. فاحنا متجايبين من هالشغلة. اخي العزيز انا لي مي ساعتين لي. ساعتين لي. ايش قد اقسم لك بالله اجيبها منك من السد اللي جاي هل بس مجرد قسول لا اكثر ولا اقل البارحه جاره هذا ابو علاء اقسم بالله البارحه بالتسعه بالليل خبرني قال ابو علي شغلت لك البرينه ميها حلو احنا قاعدين شويه صبخه فميها مجي زين بالتسعه والله الساعه 12 طفت الكهرباء والله وصل ما وصل للبيت بس مجرد بس ساجي زين يعني عيش هاي ابن عمي عيش هاي يقول لك يعني كنا بخير المي كنا نلعب به لعب البزول ولا ملات في البزاز زين هذا المثل منطبق علينا فاحنا نشكركم ونشكر قناتكم كل التحيه لك ابو علي مشكور جزاك الف خير ورحم الله والديك وهذا صوتك الري الري المفروض يطلع يعني ولو يطلع الجيش ويغرم له واحد اثنين المتجاوزين بعد ما تنعاد
ما تنعاد، هاي كلها ما تنعاد. بس لا والله حج اكو مي البارحه احنا اخر رئيس رئيس يجينا يجونا نوبات سبع ايام بسبع ايام او نوبات خمس ايام خمس ايام. هاي صح للمراشنه زين مراشنه تجينا حصه، بس احنا تجينا حصه شو يسوون؟ موطارات بنزين والصندات والبوريات الرئيسيات تشتغلن. اي وين توصلنا هنا مي؟ ابن الحلال اي وين توصلنا؟ زين فاحنا نريد من ابو الري من الدوله الكل رسالتكم كلها توصل زين وكلمه واحده ما تنقطع. جزاك الله احنا ما متعلمين ضرب السواد ما ما جزاك الله خير مشكورين. نشكركم على جهودكم ورحم الله والديك وعلى هذا الحر زين اكيد نشكركم. كل التحيه لك ابو علي ممنون. كل التحيه بارك الله فيكم شكرا ورحم الله والديكم جزاكم الله خير ممنونين نشكركم. المشاهدين اللقاء راح يكون مع ناس عاشوا حياتهم بالزراعة وتربية الثروة الحيوانية في هذه المنطقة، ولكن هذه السنة لا زراعة يبيعون بحياتهم نفس المعاناة. بس أنا اليوم متقصد إنه أكثر باللقاءات ومع الفلاحين اليوم حتى بالكثر رسالة توصل. طبعاً أحبة المشاهدين الآن لقانا مع أبو عباس وأبو إسراء، شلونكم ان شاء الله بخير؟ الله يحفظك. الله يسلمك. الله على والديك. تعبانين من ورا الزراعه؟ كلش والله منتهين. ليش؟ الله بيناتنا، هي شغله تربط بشغله، المي يربط الكهرباء. اي مي ماكو، حلالنا انتهى. اي قاعنا انتهت، واحنا عيشتنا على الله وعلى القاع، يعني ما عندنا مصدر. لا تقول راتب. خلينا نعوف الزراعة ونعوف الثروة الحيوانية، شلون عايشين؟ يوم يعني قوت يومكم غداكم عشاكم؟ نطلع عمالة يوم اكو عشرة ايام ماكو. وطبعا مو بس احنا، الشعب العراقي بصورة عامة، المجتمع الفلاحي بالضبط. شنو ذنب هذا الحلال؟ مات انتهى خلاص ماكو زرع، انتهى بعتوه. مي نسبح نسبح، الله هو الأحد، نسبح مالح نين نحفر بير. بير هذا الموتور قدامك. ايه الكهرباء، كهرباء ماكو، يعني وين نروح إن الله؟ يعني قد تجيكم الوطنية؟ ساعتين بساعتين. مولدات عندكم؟ والله مولدات عندنا بس غاز لو غاز. ايه وغاز هسه هم شحة، وجيب الغاز ورد الغاز وما تلحق. زين احنا لما نصير نجيب غاز، نركض على المي، نركض على الكهرباء، نركض على اليمن، يعني شو نصير احنا؟ انت رايك مصيبه هاي، يعني مشكله مشكله. تعرف شنو مشكله؟ وما حد يفكر بيك. ليش يعني ليش ما حد يفكر بيك؟ مناطقكم صعدت نواب هوايه، مناطقكم بيها مسؤولين هوايه، مزارع هوايه اليوم موجوده هنا. نعم تابع على مسؤولين. نعم صعدت عندنا نواب صعدت هواي خير من الله. يجون يزوروكم؟ اجا سلام عليكم السلام، تعيينات تردون عينكم، مي اجيب لكم، كهرباء اوفر لكم، تبليط اجيب لكم. بس صعد قاعد ورا الكرسي لا بعلو لا مسحاته في امان، لا كل شيء ماكو. يابا ندق علي عمي معود الله بالخير، ما شيء ماكو ابد. يلزم الكرسي ينسى ربعه، الله وكيلك. ابو اسراء انت نعم نفس المعاناه. انت تشتغل ذا ماكو زراعه؟ مع عماله مو قال لك ابو عباس يعني واحنا نطلع عماله. نعم هي اكيد فنفس هي نفس المعاناه.
فايده يعني ماكو. موجود المياه وموجود الزراعه ما تحتاج. اكيد الحق. اكيد لا احنا لو باقين وموجود القاع مثل ما قبل وموجود المي ما بيصير. يعني نزرع خير من الله، نزرع البانيه، نزرع جيت، نزرع نقدر نعيش حلالنا ونستفاد من وراه. بس هسه كل شيء ماكو، كلها وقفت. بعتوا حلال؟ اكيد اللي بعناه واللي خسرنا بيه واللي مات. خساره مو؟ كله خساره. وين تبيعوا؟ بالجوبه. بالجوبه يسووا مطاعم وهاي. اكيد اكيد اكيد، بس هو كله يعني مثل ما تقول كلها خساره. زين، مسؤولين مثل مدير الزراعه مدير الري وزير الزراعه. حجي ما حد يجي، من يجيك؟ من يوصلك؟ منو بحالك؟ يعني هسه مثلا دكتوره فاطمه انتقل بها قالت تجي لجان مال بيطر عليكم صح؟ وش وين اللجان مال بيطر؟ انه مال اللقاحات وهذا ماكو. لا عمي لا ماكو ولا لجنه، وبعمرنا ما وصلتنا لجنه. هذا العمر كله وين اللجان؟ وين من اللي اجى؟ من اللي وصل؟ منو اللي شفناه؟ ارتفاع العلف اسعاره بارتفاعها يعني مو طبيعي، ومثل ما تقول احنا بعد ما نقدر كل شيء، وين تروح؟ كل شيء ما نقدر نسوي، هاي واقفين على الله بعد شو نسوي لها؟ يعني ابو اسراء يعني موضوع الزراعه ننساه هاي السنه؟ الى انتهى بعد ننساه الا رحمه الله ابد. من زين المي انا اعرف بعض المناطق تسقي بالمي مال البير، ليش هنا ما يصير سقي بالبير؟ ما يصير سقي بالبير، مو هو البير شلون طلع منه مي؟ يعني الا عمر اكثر. زين ماخذ فلاتر تصفي مي البير؟ شو تصفي؟ بروح ابوك لا ينشرب لا ينطاق، سبح ما تقدر تسبح فيه. بس نتحمل احنا جاي نستخدمه غصبا علينا، وين تروح؟ حتى السبح بيه تسبحون؟ اي والله السبح وغسل وكل شيء يعني. تتعرضون لحالات مرضيه اكو ناس مرضتكم؟ اكيد اكيد اكيد، هواي حالات تصير عندنا. تسمم؟ اي اكيد، وهاي الاطفال شو وين تروح؟ شلون ياثر عليها؟ بالله الكبير خلينا نقول بمجال. مستشفيات قريبه اكو؟ لا والله بعيده، يعني هسه انا من نص العرب اللطيفيه لازم اروح المحموديه. اقل شيء نص ساعه اذا اروح بالسياره. يعني منطقتكم لا صحيه لا صحه لا تعليم لا زراعه. احنا تدري عندنا المدرسه ساعة ابسط شيء المدرسه، تدري ايش قد عندنا؟ 4 كيلوات يلا اتصلها 4 كيلو، حر وبرد وبالطين وبالمطر. يابا يعني رئيس الوزراء قال كاظم قال سوينا ورقه بيضاء راح نخدم بها الفلاحين، وهاي هذا الحكي قبل سنه ما وصلكم شيء؟ يعني انت جاي تشوفه بعينك هذا هسه انت حاليا بالواقع. زين قانون الامن الغذائي قال وفرنا فلوس هواي للفلاحين. وينها؟ ابيت ما وينها يا اخوي هسه انت مو جاي تشوفها، انت هسه انت افتر هاي المناطق كلها وشوفه بعينك ووصل رسالتك. وين زين زرعون هنا حنطه شعير هنا؟ لا حجي وين تزرع كل شيء؟ ما انا اخدمك بشغله. تفضل. المي موجود. المي ما قطعته تركيا مستحيل. يا بس شلون ما قطعته تركيا؟ لا موجود. صدق تحكي؟ موجود. الشط متروس مي. الشط متروس مي. ايه يعني شنو السبب؟ هاي فره سياسيه ايه؟ الله وكيلك ولعبه كل الشعب العراقي يعرفها. شو استفاد؟ المي موجود. شو استفاد اليوم انا من اقطع المي عليك؟ يستفاد ايه؟ نعم يعني. الف رحمه على والديك. المي موجود هنا بما انه خلينا نقول المسؤول على المي من هنا بمال لطيفيه. ما اعرفه. مدير الري. مدير الري. انور الجناب. انور الجناب. يعني ايه المهم. هنا عندك يجتمعون على ما يبيعون مناطق. مناطق، موت هاي، عيش هاي، اللي يدفع هواي طلع له مي. خوش؟ المي موجود. حتى على المي صار بيع. نعم. نعم. لا تقول لي. تصير اشكال. اشكال تصير. يا مصيبه والله. ايه مي موجود. يعني المي انكو مناطق الهم مناطق مناطق يعني خلنا خدمك استاذ العزيز. هسه احنا اساله ما عندنا. اي اجتنا كم هيك فتره قليله وراحت اساله ماكو، واكو بعض ناس جاي تسقي بالاساله. اها خوش. اكو غير مناطق تسقي بمي الاساله. عافيه اكو غير مناطق اللي يحتاج تصفيه وتعديات اكثر. يعني هذا قبل يباشر مي الاساله يباشر قبل. هاي مناطق مناطق قريبه من عندكم. اكيد اكيد. صارت في بعض الاحيان اليوم مثل ما نقول نزاعات عشائريه على المي، نزاعات بين بيوت على المي. نعم صار. نعم هواي صار. شلون نوعيه النزاع يعني؟ حركه عادي بتواثي وتوصل سلاح؟ لا سلاح وتواثي وش تريد؟ وموت يصير بيها وفصولات. الله اكبر. زين هي النزاعات العشائريه منين هسه جاي تتكون؟ من شنو؟ سببها شنو؟ سببها المي، الزراعه، سببها كهرباء. يعني هذا خلنا هذا يسبب مشاكل. هاي يسبب مشاكل، هم متونسين على هاي الشغله. اها فهاي يعني اليوم مصيبه وكبرى. نداك انت اليوم، انت اليوم فلاح ابن فلاح، مزارع ابن مزارع، صار لك هاي السنوات كلها.
اليوم اوجه ايضا كلامي لك ابو عباس، شنو الحل بنظرك؟ شنو الحل؟ الحل ايه احنا اعتبر اليوم قبالك وزير الموارد المائيه، وزير الزراعه، ورئيس الوزراء، شنو تقول لهم؟ والله ما اقدر اقول لهم، ليش ما اقدر اقول لهم؟ هاي منطقه انت اليوم اول واحد شخص يطب بها يصور. هاي منطقه ميته. ما حد ما جاي هنا؟ طب شوف يوتيوب، طب على قناه، طب على اي مكان، طب شوف اكو واحد جاي هنا مصور ناقل معاناه، وزير عضو برلماني او فد مسؤول او اي شخص، اي شخص ابو الري هاي تابع الى منطقته لازم. نعم ما يطلع، منطقه ميته محترقه. تعرف شنو محترقه؟ ها جيب بنزين نشعلها ونحرقها، هذا انتهى العمل. اها يعني احنا اول قناه تجيكم هنا؟ اول مره تجي، اول قناه تصنع قناه تصور. طبعا كل التحيه والشكر الى الناشط محمد رشيد الزيدي اللي حقيقه يعني شخص يطالع بحلقات ارض السواد، لكن الجهد الكبير اللي عليه جهده بايصال صوت اهالي منطقته في جنوب بغداد عموما، حقيقه يعني عمل كبير جدا. كل التحيه انه يوفر لنا كل التسهيلات اللي نوصل لاهله وناسه من اجل يوم حلقه. والله جدا نشكره وممنونين منه ونشكركم بعد. يا محمد خلف الكواليس طبعا يعني ندانا الى وزير الموارد المائيه، والله العظيم لقاءاتي مع استاذ عون ذياب، لقاءاتي مع يعني علي راضي، الاستاذ علي راضي، دائما متواصلين، ناس طيبه، ناس خيره، ناس عندهم عمل كبير جدا. انا دائما اشوفهم دائره المياه الجوفيه، دوائر وغيرها وغيرها من هذه الامور، العمل الدؤوب. ولكن اكو يعني اكو مشكله انه ما عندكم متابعه مستمره على اليوم مدراء الري في المناطق الزراعيه وخاصه اطراف بغداد والمحافظات. يعني للاسف ما قاعد نشاهد المتابعه الحقيقيه، المتابعه اكثر واكثر. طبعا ايضا اخوتنا هنا اللي متواجدين يعني ايضا والله عندهم كلام هوايه، بس مثل ما تعرفون وقت الحلقة ووقتها يعني ضيق، ممكن نقدر نقول ساعة تلفزيونية ممكن نقلنا بها الكثير من الأمور. طبعا كل الحب والتحية والشكر لك. الله يسلمك أبو عباس، أبو أسراء الغالي، الله يسلمك، وإحنا بخدمتكم ورسالتكم إن شاء الله توصل. الله يخليك. ممنونين. طبعا أحبتي المشاهدين، هاي رسالتنا ورسالة برنامج أرض السواد من جنوب بغداد من ناحية اللطيفية كيلو 18 المنسية العطشانة اللي عايشة إهمال كبير، يمثل اليوم فشل هذه الحكومة الحالية، الفشل الكبير اللي صنع ورقة بيضاء لمدة سنة ما مستفاد منها أحد. أحد القوانين اللي فشلت وهو قانون الأمن الغذائي ما حد ما مستفاد منه. اليوم نروح على شرائح المجتمع مختلفة إن كانوا فلاحين بمختلف المحافظات، شنو حياتك قبل قانون الأمن الغذائي وبعد الأمن الغذائي؟ لا اكو حل ولا اكو استفاده ولا اكو ايجابيه. والمصيبه العظمى، المصيبه الكبرى، هي استمرار هذه الحكومه، حكومه تصريف الاعمال. نحتاج الى حكومه قويه، حكومه ترى اليوم ترعى مشاعر المواطنين، حياتهم. حتى اليوم المواطن نفسيته تعبان، الفلاح، انا احكي لك اليوم من نطاق اختصاص برنامجنا، نفسيه الفلاح يعني مو مثل قبل. قبل دائما تلقى الابتسامة، الضحكة، خال فراشاته وقاعد جوا النخلة بنص الزرع، هاي منتهية. يعني مكان، هذا المكان صار مجرد إلى السكن فقط، بانية تعبانين عليها ماتت، حلالهم يموت، ميهم الشرب، مي الشرب شرب ماكو. فهاي المصيبة العظمى اللي يتحملها حقيقة اليوم رئيس الوزراء، تتحملها حكومة تصريف الأعمال، تتحملها الجهات اللي تعطل تشكيل الحكومة العراقية. بهذا المنطلق أتكلم وبهذه الصراحة، بلدنا ما يحتاج تعطيل بعد أكثر، كل الدول قاعد تتقدم إلا العراق. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض السواد، نلتقيكم بحلقات أخرى. على الصحة والخير والبركة والعافية، ويا رب إن شاء الله واقع أجمل وواقع إيجابي. إلى اللقاء. We'll be right back.